السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. درسنا اليوم عن الأعداد، سنتعلم عدد جديد وسنتعرف عليه بإذن الله. سنقوم الآن بعمل مراجعة للأعداد السابقة. هيا نعد معا يا أطفال. عدوا معي يا أطفال، سوف نعد الفراشات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 العدد 16. هيا نعد العصافير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 أحسنتم، 14. هيا نعد الزهرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 أحسنتم، 15. سوف نعد النجوم. عدوا معي يا أطفال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أحسنتم، هو العدد 10. هيا نكمل يا أطفال. سوف نعد المثلثات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 العدد 13. أحسنتم. هيا نكمل العد يا أطفال الرائعين. عدوا معي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أحسنتم، 12، هو العدد 12. نكمل العد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 العدد 11، العدد 11. هيا نكمل العد يا أطفال، أسمعوني صوتكم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هيا نكمل. 11 12 13 14 15 16 والعدد 17، العدد 17، فهو عددنا الجديد 17. ما هو عددنا الجديد يا أطفال؟ 17. إذن العدد الجديد الذي زارنا اليوم يا أطفال الأحباء هو العدد 17، العدد 17. العدد 17 يتكون من 7، العدد 7 في الآحاد، وبجانبه العدد 1 في العشرات. 17 17. إذا جمعناهم سويا يصبح أن العدد 17، العدد 17. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدارس وروضة الوطن العربي. أحبائي الأطفال، سنتعرف اليوم على العدد 17. سنتعرف على العدد 17. سنقوم بداية بعد التفاحات الموجودة على الشجرة. عزيزي الطالب، عد معي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17.
الآن أحبائي سنقوم بقطف التفاحات الحمراء ووضعها بالدائرة الحمراء. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. عشر تفاحات حمراء، عشر تفاحات حمراء. والآن سنقطف التفاحات الصفراء.